مع اقتراب موعد زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، تشهد المنافذ الحدودية بين العراق وإيران دخول موجات بشرية كبيرة بأعداد وصلت إلى أكثر من نصف مليون زائر عبر منفذ الشلامجة الحدودي فقط. بدأ منفذ الشلامجة الحدودي باستقبال زائرين أربعينية الإمام الحسين، وبلغت الأعداد تقريبا إلى 600 ألف زائر لحد هذا اليوم. بعد العبور إلى العراق، يأخذ الحجاج الإيرانيون القطارات المتجهة إلى كربلاء، حيث يمكنهم زيارة ضريح الإمام الحسين. الحمد لله، أنا هسه هاي بهالسنة مرة ثانية اللي جاي أروح من الزيارة. الحمد لله كل شيء على ما يرام، بالطريق ماكو أي مزاحمات، والأمنية على طول الحمد لله، كل شيء طيب، كل شيء جيد، والزوار الحمد لله اللي أنا واجهتهم كلهم راضين. المنافذ الحدودية لم تكن الوحيدة لدخول الزوار، فقد اكتظت المطارات أيضا بالوافدين من مختلف البلدان العربية، وأعلنت إدارة مطار النجف استقبالها أكثر من 974 رحلة تحمل على متنها 170 ألف زائر خلال الفترة من 10 لـ20 من تشرين الأول الجاري، قادمة من مختلف دول العالم لتأدية مناسك زيارة الأربعينية. مطار النجف الأشرف على أتم الاستعداد لاستقبال كل الأعداد القادمة إلى هذا المطار. من خلال هذا المطار استعداداتنا إن شاء الله كاملة، هيئنا كل كوادرنا وطاقاتنا وكل المعدات جاهزة لاستقبال الزوار وبسلاسة وانسيابية إن شاء الله كاملة. ورغم تحذير بعض الدول لرعاياها بتجنب السفر إلى العراق في الوقت الراهن، خاصة مع اندلاع الاحتجاجات، إلا إن عدداً من الزائرين أبدوا ارتياحهم للإجراءات الأمنية المتبعة. الحمد لله رب العالمين، يعني إلهي لك الحمد، يديم الأمن والأمان على العراق. شفنا الوضعية إلى الآن أمان، وكثير من الإشاعات تطلع للتأثير على هذه الزيارة. وتتزامن هذه الزيارة مع الاتفاقية الأمنية الأولى من نوعها بين العراق والجانب الإيراني بوجود قوات أمنية مشتركة لتنفيذ خطة الزيارة الأربعينية.